خير. اهلا بالشباب. اهلا اهلا. وين هي يا عادل؟ مين هي؟ هون 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 البنت؟ هيدا بنت برمتو ولقيتوني. كيف الشباب؟ هلا هلا. شو هالمزح هيدا؟ شو يا عادل بطلة هاي بالجزء الرابع جاي بدي مرنهم على ادوارهم السنة الجاي. بدي ضل عد لك ما بقى تتذكر؟ اهلا وسهلا على كل حال. عم تهبلوا علينا يا عادل، بدنا البنت، شفنا البنت جاية لهون بدنا اياها. ما في بهيدا البيت ما في غير هاي البنت. شو دلفين انا يعني؟ مش هيدي البنت اللي بدكم اياها؟ مش هي البنت. اول شيء على سلامتك. حبيبي يا غالي. ثاني شيء ايش بك انت؟ ما في شيء منه عاجبك؟ ما بهالبيت سيدة القصر انا. عجبك او ما عجبك؟ على عيني. سيدة بس انا البنت اللي عم دور عليها. انا شفت الصعلوك بعيني جايبه منزله هون بالباركينج عندكم. بس صعلوك ما في غيره. عباس يا عباس شو بدك؟ مين عباس؟ تعال شوف طلنا يا اخي في ناس هون. شو بدك يا حبيبي؟ اها هاي البنت اللي عم بدكم اياها. هيدي هي البنت. خير نطل عندي. ما بدي ما تتنمرد. هم مش بالهيبه انت. ما انك بالهيبه. انتبه روق شوي صغيره. شيل الهيبه عندنا. روق شوي انت. كنت شيل بتنزل. هلا اتفقتوا؟ هلا اتفقتوا على انا؟ شوف يا جماعه طول. لحظه لحظه يا عبد. لا انا بدي اقول لك شيء بس. صار الشر يا خيي انزل. بياخذوني لهيني. بياخذوني لهيني. على وين تاخذوها خيي؟ لا يا خيي. لا يا خيي. انزال انت قلت انزال ما تعملنا مشاكل. الله يوفقك. انزال يا عباس. انزال يا عباس. نزلك ولا بينزل؟ ها؟ نزلها الله يرضى عليك. نزلها ما عندنا غيرها. البنت تروح بالايديك هيك. جبت لي مشاكل الهيبه لهون على بيت الكل يا عباس. انا ما بدي اياها. لا 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 عرفنا